السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله وصلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بعد أفضل السلام والصلاة وأفضل أجمل الكلام، خلينا نتكلم اليوم في حلقة دلع سيارتك. معني وعنكم ملايين، خلي لكم كل حاجة في عالم السيارات كده واضحة مفتوحة قدامكم مكشوفة بما يناسب ميزانيتكم. طبعا أنا بحاول براعي أقل الميزانيات تماما صدق أمانة، يعني حتى بتكلم مع الناس وأرجوكم لا تفهموني خطأ، وإذا الكلمة ليها معنيين خذوا المعنى الطيب لسوء في التعبير أو غيره. لما تخاطب مع الناس ما تخاطب مع الناس انهم كلهم على مستوى ذكاء مرتفع جدا، اراعي اختلاف التعليم واختلاف السن واختلاف الخبره، فاتكلم مع اقلهم علما وخبره وصعودا من هناك لفوق. فانا دائما هذا الاسلوب اللي بحابب اوصل فيه لاكبر قدر ممكن من المعلومه والاستفاده للناس كلها. وسبحان الله، سبحان من خلق الناس درجات ومقامات، يعني حتى الانبياء مقامات والجنه درجات وجهنم درجات، فيعني هذا عرف الله في خلقه. في حلقة اليوم دلع سيارتك نتكلم عن حاجة بسيطة اللي هي حكاية السمكرة. والسمكرة هنا اللي ربنا مقدره معاه ما شاء الله فلوس ومبسوط وعنده تأمين الحمد لله خير واهله، التأمين أنواع، في إصلاح وفي تغيير على طول. الآن اللي ضعيف الله على باب الله، هذا بنحاول نساعده، خصوصا الطلبة الصغار اللي دوبه في أول حياته في أول طلعات عنده سيارة صغيرة أو دي أي واي دو إت يور سيلف حابب يعمل أشياء بنفسه. فاليوم البطل عندنا في إصلاح السمكرة وال بويا بدون ما نتكلف، ويا دوب التكلفة حقتنا هللت. عندنا كافيتيرا غليت المويه بتاع البطل الاول، والبطل الثاني كرم الله، يعني اذا حبينا نقلب سباكي الشفاطه حقتها كرم الله البلاليه. طيب الان بين البطل رقم واحد والبطل رقم اثنين حنوريكم كيف عمليه السمكره نقدر نصلح طعجه في الرفرف في الباب، وحاخذكم ما هي حلقه واحده، ترى عده حلقات متتابعه متواليه ان شاء الله، بما فيه حتى النقر، الخدوش، الجروح اللي في السيارة، والتلميع، تلميع اللمبات الأمامية اللي هي عملية لما تغبش السافي، تضبب، تشحب كده تلاقيها شوية كأنها خلاص البلاستيك صار كأنه متلش من كثر ما صار المغبش، ومع صار باين منه الإضاءة كافية أو صار خطر في الليل. هناخدكم فيها كيف نوري لكم الخطوات حقتها كاملة، فحنوريكم كيف طريقة الإصلاح من أرخص نوع أرخص تكلفة، لو في ثلاثة أربع طرق أو ثلاثة أربع منتجات حناخدها نوريكم إياها بالكامل، بعد كده كل واحد وراحته وميزانيته، لصعودا في التكاليف لغاية إنه الواحد والله يا أخي أنا مبسوط وبصراحة ماني فاضي إني أسوي الشغل ده، وحابب إنه أوديها مكان محدد مثلا يسوي الشغل ده وأنا مطمن، فحوريكم إياها. شوف مقطع انتشر حق اللمبات هذه الأمامية، واحد حاطط لها ليكر، أرشها ليكر برشا باكستاني، بصراحة ما أنصحكم فيها أبدا أبدا أبدا، لأنها ترجع ثاني مرة تشحب وحتشحب أسوأ من الأول، فنصيحتي لا أحد يسويها. حنوريكم اليوم كيف عملية الله يخليكم السمكرة بطريقة سهلة وسريعة، كيف نستخدم المويه الحارة. في طريقة ثانية اللي هو السشوار الحار، بس أنا ما أنصح السشوار الحار لهذه، ينفع لكن أنا موفر السشوار لحركة ثانية حشرح لكم هي قدام، ولسه حوريكم كمان إن شاء الله السمكرة حقت الأبواب إذا انطعج الباب كيف نقدر نصلحه كمان. وأحيانا ما تتلغي الخبطة بالكامل، لكن فرق كبير بين تقول والله فرق كبير بين أول وبين الآن، يعني تحس في فرق جبار. ولسه لما نوصل في بعض الخدوش الصغيرة والطعجات الصغيرة في لها طرق ومعدات أنا طالبها إن شاء الله حتوصل، حوريكم كيف نقدر نصلحها إن شاء الله كمان. فشكرا لكم متابعتكم، وأتمنى كده قدرنا نفيدكم اليوم بحاجة لو صغيرة، وشكرا شكرا لكم.